بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه عندك يا رب، فرج عنا ما نحن فيه. إن شاء الله أحبابي الطلاب الفرقة الإعدادي، اليوم إن شاء الله هنشرح في تكنولوجيا الإنتاج شابتر 7 اللي هو بيتكلم على عمليات التشغيل أو الإنتاج بالتشغيل. عمليات التشغيل أو الإنتاج بالتشغيل هو تغيير شكل الشغلة أو المادة بقطع أجزاء من المادة للحصول على الشكل المطلوب. العينة اسمها الورك بيس أو الجوب، بضطر أشيل مادة زيادة منها على أساس أوصل للشكل المطلوب. إذن عشان أزيل جزء من الشغلة أو من المادة بيبقى عندي أداة قطع كاتنج تولز، وعندي الشغلة وعندي ماكينات. من التشغيل في هذا الشابتر أو التشكيل بالماكينات، فبيقول لك ماشينينج بروسيسز زراعه التشغيل ار كومنلي تكون دائما كارد او تجرى على الماكينات الورشه ماشين شوبس اور تول روم فور بروديوسين سلندريكال، عشان ننتج اشكال بيتم التشغيل لانتاج اشكال اسطوانيه سلندريكال اور فلات جوبس عينات اما اسطوانيه او فلات حسب ايه الشكل المرغوب. دو الديزاير شيب سايز اند فينيش الحجم العينه والتشطيب العينه اون بلوك اوف جوب ماتيريال باي ريموفنج اكسيس سيب باي ريموفنج اكسيد ماتيريال، بيتم بازاله الاجزاء الزائده من الماده الزائده عن الشكل المطلوب يعني. With the help the wedge shape tools، فبتم إزالة الجزء الزايد من المادة بواسطة shapes tools أشكال من أدوات القطع. Cutting tool is constrained to move relative to the job. يعني إيه الكلام ده؟ يعني علشان يتم القطع عندي أداة قطع اللي هي الكاتنج تولز، عشان يتم القطع يبقى فيه حركة نسبية موف ريلاتيف، حركة نسبية بين الشغلة والطبقة اللي هزلها layer of metal is removed in the form في شكل الطبقة المزالة من المادة تبقى تزال في شكل ايه؟ في شكل ريش form of a ship بتشكل بايه؟ بشكل ريش. General metal cutting operation اجراء العمليات القطع are shown in the figure زي ما واضحة في الشكل اللي تحت. اذا لابد ان يكون هناك ضغط مؤثر على اداة القطع او المادة المراد قطعها، في أداة قطع ومادة مراد قطعها، يبقى في قوة هتأثر على من أداة القطع والقوة على وهي وعلى الشغلة. وتوقف مقدار الجزء المقطوع على الحد القاطع، الجزء المقطوع بتوقف مقداره على إيه؟ على الحد القاطع هو كتنج تولز وسرعة القاطع والضغط المؤثر. والفكرة الأساسية لماكينات التشغيل تعتمد على توليد حركة نسبية بين أداة القطع وبين الشغلة المراد إنتاجها.
ده معنى الجزء اللي فات، ان في حركه نسبيه بين اداه القطع وبين الشغله المراد انتاجها بعد التشكيل. يقوم الحد القاطع بازاله طبقه من ماده الشغله تعرف بالريش. يا ريت واحنا بنسمع المحاضره يكون معانا ورقه وقلم ونكتب بعض الملاحظات اللي احنا بنتكلمها بالعربي بتوضح لك ترجمة الجزء السابق. الزنفية ماشين بروسيسر تشغيل ماكينات ورك اند تول ترافل ريلاتيف حركة نسبية بتوين بين ايه تو اتش اذر اند بالماكينة بالماكينة اللي شغالة والشغلانة اللي هي الورك بيس ماتيريال ان ذا فورم اوف شيفنج اشونشيب. طبعا الجزء المزال اذا هنا اداه قطع اللي هي التول، وهنا الورك بيس او الجوب بيس اللي هي الماده او الشغلانه اللي تحت. فالعمق اللي هو بين الماده عمق الماده المزاله اللي هو ايه الديبس اوف قط بيسموه الديبس اوف قط، ودي اللي هي التولز اداه القطع. في فورس مؤثره على اداه القطع بيتم الحركه في الاتجاه الشمال عشان تزيل الدبس اوف قط عمق القطع اللي هو الموجود عندنا في الشغلان. والجزء المزال اللي هو بيسموه ريش شيب او شيبس اللي هو الريش اللي هو الجزء المزال اللي هو الجزء الزياده اللي بزيله. وشكل الريش بيكون ايه بالوضع الوضع الظاهر، لان الريش له اشكال له اشكال الريش، وحسب شكل الريش بقدر احدد نوعيه الماده بتاعت اللي انا هشتغلها. وتتوقف اذا يوجد نوعان من الحركه اثناء عمليه القطع او التشغيل. الحركه الرئيسيه للماكينه والتغذيه، والتغذية هي الحركة التي تستخدمها أداة القطع أو الشغلانة ينتج عنها استمرار إزالة طبقة من المعدن أو الريش للحصول على الشكل المطلوب. التغذية إما بيتم من أداة القطع في هذا الاتجاه إذا كانت التغذية بأداة القطع، أو بيتم التغذية بالشغلة، يعني ممكن التغذية يتم من ناحيتين حسب نوع المكنة اللي بشغلها عنده. الكاتنج تولز اللي هي أداة القطع، وطبعا احنا اتكلمنا في شابتر 2 قبل كده على مواصفات أداة القطع، وقلنا لازم يكون أداة القطع لها مواصفات خاصة بها من ناحية المادة اللي هي بتصنعها، لازم تكون مادة عالية الكفاءة من الصلادة والمقاومة، وهنتكلم عنهم دلوقتي. فاحنا دلوقتي عايزين نشوف ايه هي مواصفات أداة القطع. الكاتنج تولز ذا بيست تول ماتيريال، هي افضل ماده تو يوز فور ا سيرتين جوب، استخدم في وظيفه خاصه معينه. ذا وان ذات ويل برديوس بتنتج ذا ماشين ديبارت ات لاور لوست كوست، عشان بتطلع ليا تشكيل على الماكينات بأقل التكلفة. تو بيرفورم يعني ايه أقل التكلفة؟ يعني لما أصنع مادة من أداة القطع بتكون عالية الكفاءة المادة زي ما ناخد مواصفاتها تحت دلوقتي، بتكون بتوفر عليا ما دام كل شوية تتكسر أداة القطع فأتكلف أداة قطع جديدة من نتيجة التشغيل، فبتكون مادة قوية وكويسة فيها مواصفات معينة بتتم توفر عليا، اللي هو بيقول لك لو استكوز تكلفة أقل ما دامت مصنوعة من المواصفات دي. إيه مواصفات ذا بروبرتس فور بروبر فانكشنز؟ مواصفات أداة القطع مهمة جدا يا جماعة، لازم تحفظوها.
مواصفات القطع مهمة جدا لازم تحفظ، دايما أسئلة تيجي في الامتحانات. من ضمن أول حاجة مواصفات أداة القطع اللي هي الأو كوفيشنت أوف فريكشن بتوين تول ماتيريال أند شيب ماتيريال. في عندنا سطحين في احتكاك بينهم، سطح اللي هو بين أداة القطع فريكشن بتوين تولز، فريكشن احتكاك من أداة القطع من مادة بتوين تول ماتيريال اند شيبس ماتيريال، في احتكاك بين المادتين، مادة أداة القطع ومادة الايه الريش اللي هو ينشال اللي هو من الشغلان. فهنا بقول لك أول مواصفة من مواصفات أداة القطع لو كوفيشنت، معامل احتكاك منخفض، معامل احتكاك منخفض، معامل احتكاك بين الشغلة وبين المادة اللي هي الورك بيس بيكون معامل احتكاك منخفض، على أساس ما يبقاش احتكاك كبير. الاحتكاك الكبير هيكون عنه حرارة عالية، الحرارة العالية هتؤدي إلى كسر أداة القطع. نمرة اثنين في المواصفات أداة القطع ability to resist softening at higher temperature، القدرة على مقاومة الليونة at high temperature في درجة الحرارة العالية. يعني ما تجيش درجة الحرارة، لا طبعا نتيجة التشغيل بين أداة القطع وبين الشغلة بيحصل توليد حرارة. المواصفات أداة القطع لازم يكون فيها خاصية إنها مقاومة الليونة عشان ما تتأثرش بالحرارة، يعني ما تتأثرش بالحرارة، يعني مقاومة ريزيست سوفتن. النمرة ثلاثة في مواصفات أداة القطع القدرة على أبزورب شوكس، القدرة على امتصاص الصدمات وزود برامنت ديفورميشن، القدرة على امتصاص الصدمات بزود برامنت ديفورميشن بدون بدون أن تتدمر أو يحصل لها تشكيل. أنا مليكوا الأدوات القطع مواصفات أدوات القطع دي بعد كده الترجمة بتاعتها بالعربي. الخاصية الخامسة سترينس تو ريزيست ديستنجريشن، يعني ايه؟ يعني المقاومة العالية للايه؟ للتحطيم او للكسر، ما يتكسرش بسرعة، عنده مقاومة عالية للكسر او للتحطيم. Of a fine cutting edge and also to withstand the stresses developed during cutting in weakest part of a tool، كل جزء من التول ما يكونش عنده في لازم يكون عنده خاصية مقاومة التحطيم على أساس يستحمل أو يشيل يستحمل الشغل في درجة الحرارة. يعني لازم يكون نمرة ستة عنده هاي هاردنس، صلادة عالية. صلادة عالية فين؟ في درجات الحرارة، يعني لما يجي درجة الحرارة توصل 600 درجة ويحصل فيه تأثير لمادة الأداة القطع، يكون فيها درجة حرارة عالية تتحمل الصلادة، الصلادة العالية في درجة الحرارة ذات نزة طول مصد بي harder than the material being cut، يعني يكون أداة القطع تتحمل صلادة عالية أعلى من المادة المراد قطعها، ما يكونش المعدن اللي هو مصنع منه أداة القطع أقل صلادة من المادة المراد قطعها. يعني لازم يكون المعدن المصنوع الماتيريال اللي هي بتاعت الكاتنج تول تكون اعلى صلاده من الماده. وناخد مواصفات اداه القطع عملها لكم بالعربي. ممكن تكتب مادة القطع يجب أن تتوفر في مادة القطع الخصائص التي تساعدها على أداء وظيفتها بكفاءة، وأهمها أن تكون أداة القطع على درجة عالية، درجة صلادة عالية
أعلى من مادة الشغل اللي هو جاب لك نمرة 6 ترجمتها في نمرة 1، تكون مادة أن تكون أداة القطع على درجة صلادة أعلى من مادة الشغلة. نمرة 2 أن تحتفظ بصلادتها أثناء القطع وتحت ظروفه، أن تحتفظ بصلادتها أثناء القطع وتحت ظروف القطع، يعني ما يجريش لها تغيير أو ديفورميشن في شكلها، تقدر تحتفظ بالصلادة أثناء درجة الحرارة عالية. نمرة 3 أن تكون حادة. نمرة 4 أن تكون مقاومة للتآكل، تكون المادة الكاتنج تولز مقاومة للتآكل، متتاكلش أثناء الشغل. نمرة 5 أن تكون جيدة توصيل الحرارة، بتكون جيدة التوصيل للحرارة على أساس أي حرارة تسخن تتبرد، لو يعني في تبريد بيتم على أداة القطع في مكان الخراطة على أساس تحتفظ بدرجة الحرارة منخفضة، فبتكون لازم تكون جيدة توصيل الحرارة عشان إيه تبرد بسرعة. أن تكون ذات معامل احتكاك منخفض اللي هو نمرة إيه نمرة 1، أن تكون ذات معامل احتكاك منخفض. مقاومة للصدمات نمرة 7، مقاومة للصدمات اللي هي ايه ability to absorb shocks without permanent deformation، مقاومة للصدمات. وقلنا أن تكون ذات معامل احتكاك منخفض، معامل احتكاك منخفض اللي هو نمرة 1 friction، مقاومة للصدمات. وتتوافر معظم هذه الخواص في المواد التالية. الخواص اللي احنا قلناها دي متوفرة في ايه؟ وده مهم جدا، متوفرة يا جماعة في نوعين من الصلب اللي احنا ذكرناهم قبل كده في شطر 2، اللي هو الصلب عالي الكربون اللي هو بيسموه صلب العدة، وتحتوي على نسبة كربون من 8% إلى 1.3%، ويظل منخفض محتفظا بصلادته أثناء درجة الحرارة العالية. النوع ده صلب عالي الكربون أو صلب عدة فيه كربون من 8% إلى 1.3%، ويظل محتفظا بصلادته أثناء درجة الحرارة العالية، يعني من 200 إلى 250 درجة. في نوع تاني من صلب عالي السرعات اللي هو HSS، خدناه برضه قبل كده في شطر 2، صلب عالي السرعات وهو نوع من الصلب السبائكي يحتوي على عناصر أهمها التنجستين اللي هي رمزها دبلو، والفانديوم اللي هو رمزها V، والكروم اللي هو CR، والكوبالت، وتؤدي إلى تركيبة السبيكة دي اللي هي في الصلب عالي السرعات اللي هو HSS، تؤدي إلى زيادة القدرة على الاحتفاظ بصلادتها عند درجة حرارة تصل إلى 600 درجة. يعني بتظل أداة القطع المصنوعة من هذه المادة تحتفظ بصلادتها عند 600 درجة مئوية، مما يعني زيادة سرعة القطع، ما تأثرش أداة القطع المصنوعة من إيه من مادتين دول. طيب دلوقتي هناخد أو نقارن بين أدوات القطع. أدوات القطع فيه single point cutting tools، يعني أداة القطع ذو حد قاطع واحد اللي هي مع هنا نوزة اهي دي في قلم الخراطة، ده رسم قلم الخراطة. قلم الخراطة من النوع اللي هو single point cutting tools، بيقطع بحد واحد اللي هو النوز اللي هو هرسم لك اكتب لك عليها النوز هنا. اما اذا انواع كلام انواع اداه القطع، اما سنجل بيونت كاتنج تول اللي هو قطع باداه قطع واحده زي قلم الخراطه، او بمالتي بوينت كاتنج او بكذا باكثر من نقطه قطع، يعني ده القطع بيتم بنقطه واحده في قلم الخراطه. اما في ادوات قطع اخرى نوع ثاني اللي هو مالتي بوينت قطع اللي هو ايه نقط متعدده للقطع. زي ايه نقطة متعددة للقطع؟ زي البنطة بتاعت المسقاب المتقابل درين، دي بنطة اهي
فالبونت فيها أكثر من أداة قطع، أكثر من بوينت للقطع، دي اسمها مالتي بوينت كاتنج. أما ألم الخراطة سينجل بوينت كاتنج. وسكينة الفريزة الميلنج، الميلنج برضو بيكون أكثر مالتي بوينت كاتنج، فيها أكثر من نقطة لأداة القطع، لأنه على شكل ترس، أداة القطع هي على شكل ترس، وكل ما أداة القطع ما تتلف من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل بتاكل من الايه، من الماده، بتشيل جزء من الماده على هيئه ريش، تشيل جزء من الماده على هيئه ريش. ديبس اوف كات اللي هو العمق ده بين السهمين، ميلنج كتر اللي هو ايه، مالتي بوينت كتر اللي هو بتاع ايه، بتاع التفريز، ماكينه الفريزه، وفيها اكتر ايه من نقطه قطع. في نقطه قطع واحده سنجل بوينت قلنا زي القلم الخراطه وزي الاجنه وزي الألم القطع اللي هو في مكنة الشيبنج ماشين اللي هي المقشطة النطاعة. خد بالك من النقطة دي، أداة القطع، أي أداة قطع من أدوات القطع سواء سنجل أو بوينت، لها أداة القطع البوينت الواحدة لها ثلاث زوايا، أنا قلتها بعد كده، ثلاث زوايا: كليرنس انجل زاويه الخلوص، وزاويه العده طول انجل، وزاويه الايه الراك انجل زاويه الجرف. احفظهم على منجلهم. طيب اوف تشيبس انواع الريش، طيب انواع الريش اللي طالع او الجزء المزال من المد. الميتال كاتنج اوبريشن في عمليه قطع المعادن اتكرد اوت الماشين بيتم على ماشين شوب ماكينات الورش، مثل قطع المعادن بيتم على ايه في ماكينات الورش، وذلك سماه الماشين شوبن. الشيبس اللي هو الريش، الشيبس اللي هو الريش ار سيبريتد، منفصل فروم ذا ورك بيس، من العينه او الشغله، تو امبارت ذا ريكوايرد سايز، بيطلع على اي اجزاء على الشكل او السايز المطلوب، اند شيب والشكل المطلوب والسايز المطلوب، تو ورك بيس ذا شيبس رايش ذات ار فورمد ديورينج ميتال، يشكل اثناء ميتال كاتنج، اثناء قطع المعدن، اثناء قطع عمليات، اثناء عمليات القطع، during metal cutting operation can be classified into الريش نفسه اللي هو الجزء المزال من المعدن اثناء القطع، له ثلاث اشكال او بيصنف ثلاث اشكال. اول شكل نمره واحد discontinuous or segmental shapes اللي هو discontinuous يعني متقطع، اللي هو نمرة بيه هنا، شكل الريش متقطع، ما عندك متقطع هو. ده شكل الريش متقطع. طب ومن وهنا شكل الريش continuous شيب، واخد دوران اهو، يعني الريش متصل على بعض مش متقطع. في النمرة ثلاثة من انواع الريش اللي هو ايه continuous شيب with build edge، يعني continuous بيطلع قطع كده، with build edge يعني ايه حواف حادة، يعني كأن قطعة طالعة من السكينة كده. ايه الفرق بين الثلاث انواع من انواع الريش؟ النوع الديسكونتينيوس الريش المتقطع ده بيكون في المعادن، من شكل الريش اللي شفته متقطع ديسكونتينيوس شيبس اعرف ان نوعية المادة اللي هي مصنوع اللي هي منها الشغلانة الورك بيس مادة ناشفة، فيها مادة فيها نشف، فيها نشوفية، فيها صلادة عالية، يعني نسبة الكربون زيادة فيها عالية فيها، فاديني مادة الريش بتاعها بيطلع متقطع. أما إذا الريش طلع على شكل حلزوني كده، يعني يعتبر الريش هنا في الحديدة متصل، يفضل يلف وينزل يلف دوران كده، ده بيطلع في المعاد، أعرف إن المعدن اللي أنا بشتغل عليه أو البازيلي جزء منه ده الشغلانة، المعدن ده عبارة عن ductile material، يعني مادة طرية
فيها نسبة الكربون منخفضة، فيها نسبة الكربون منخفضة شوية. أما المادة اللي فيها المعدن continuous shape was built up edge مع حواف حادة، ده بيدلني برضو إنها المادة ليست صلبة قوي ولا دكتيل قوي، ولكن هي ايه نص ونص في الصلادة، يعني مش ناشفة قوي ولا دكتيل قوي. بعد كده شباب البيزك ماشينينج اوبريشن، العمليات الأساسية للتشغيل، عمليات التشغيل الأساسية اللي هي في هذا الشطر. أول حاجة التورنينج ماشين، التورنينج اللي هي رسمتها دي عبارة عن يعني ايه، عن مكنة يعني عملية الخراطة. التورنينج ماشين عملية الخراطة، التورنينج للخراطة. ادي جزء اهو، ادي قلم المخرطة هنا اهو اللي خد خراطة وبياكل في العينة بالعمق اللي هو بين القطر الاصلي والقطر الفاينل. طبعا عشان اوصل للقطر انا عايزه بيتم التشغيل اكتر من مشوار، يعني ده هنا اقل العمق شوية وبعد كده اقل العمق شوية، مش على طول مرة واحدة تكون التخانة كبيرة او الدبس كبير، لان الدبس مشروط عشان ما يتكسرش السن الالم. طبعا في الحالة دي الالم بيتم عليه التغذية، اداة القطع هي بتغذى، يعني هي بتدخل لجوه عشان تاكل جزء من القطع، والشغلانة اللي هي الصوانية دي بتتم على مكنة الخراطة بالدوران، يعني مكنة الخراطة بتدور العينة. طبعا ما يتمش على الأجزاء الصوانية، بيتم عملها على الخراطة، الأجزاء السلندريكال الصوانية بيتم شغلها على ايه، على الخراطة. ففيها تغذية، يعني بزود كل ما اكل عمق ازود ادخل الالم يدخل اوتوماتيك جوه شوية عشان ياكل تاني، اللي هي التورنينج. عملية العمليات اللي بتتم على الخراطة، عرفنا العمليات اللي بتتم في تشغيل في الورش، عملية اول حاجة التورنينج. نمرة اثنين السوينج، السوينج يعني عملية النشر، السوينج عملية النشر، منشار هو وبنشر، والمنشار ده من النوع اللي هو سينجل ولا مالتي بوينت كاتنج؟ لا مالتي بوينت كاتنج، يعني في اكتر من اداة قطع، اكتر من بوينت بتقطع. اما السينجل بوينت كاتنج اللي هو فيه نقطة واحدة اللي بتقطع، اللي هي زي فعلا من الخراطة. نمرة ثلاثة جراندينج، جراندينج يعني التجليخ، حجر التجليخ اهو، وادي العينة بيتم تغذيتها في الاتجاه، بيتم التجليخ يعني ياكل جزء من المعدن بالتجليخ. النوع الرابع من الماكينات الميلنج، ميلنج يعني التفريز، اللي هي الماكينة التفريز اللي هي دي سكنت فريزر، فريزة، ودي مالتي بوينت كاتن، اكتر من نقطة اللي بتقطع، وبتقطع في العينة من فوق لأسفل لأنها بتدور، والتغذية بتتم فين، في العينة. النوع الخامس من الماكينات اللي هو الشيبنج والبليننج، ده شيبنج وبليننج. شيبنج يعني ايه وبليننج يعني ايه، ماكينات اللي الماكينة النطاحة، المقشطة، النطاحة دي مقشطة، دي عمليات المقشطة. الشيبنج والبليننج تساعد قشط، عشان من القشط بتقشط جزء من المادة، ما بتكونش المادة دي صوانية ولا حاجة، بتكون فلات يعني مستطيلة أو مربعة. بتفضل الألم القطعية اللي فوق ده رايح جاي ياكل، رايح جاي بياكل الطبقة، وبعد كده العينة بتغذي تنتقل لنقطة تانية وهكذا، يسموها الشيبنج. الشيبنج اللي هي ماكينة المقشطة النطاحة، يعني ايه، لأنها الألم القطعية رايح جاي رايح جاي، يعني طالع عامل زي النطح. النوع الثاني من المقشطة بليننج، بليننج ده بيبقى الألم فيه ثابت، والعربية اللي هي شايلة مثبت عليها العينة اللي هي الورك بيس عليها، هي اللي هي بيتم بها الحركة، تتحرك والألم بيحصل فيه ألم القطعية، بيحصل فيه تغذية لأسفل، وهي العربية اللي راح بيسموها المقشطة ذات العربية أو ذات العربة. النوع السابع او من الماكينات التشغيل الدريلنج، الدريلنج يعني الثقب او المسقاب، عملية الثقب، عينة بيتم ثقبها بالبنطة
اهي. و ال 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 او بالسندال دي سقف برضه. و درينج اللي هو السقف بالبنطه. ودي اسمها البونشنج اللي هي السقف بالايه بالسندال. التورنج اوبريشن عمليات الخراطه. طبعا عندكم ماكينه الخراطه والاجزاء اللي عليها، واجب تعرف مسمياتها على الاقل. الجزء المهم جدا يا شباب هو الكاتنج اوبريشن، عمليات الانتاج بالقطع على المخرطه، او العمليات اللي بتنتجها المخرطه. ودي مرسومه في الورش ايضا، حوالي 7-8 عمليات حاطينها لكم هناك على اساس تحفظها صم وتحفظ رسمتها، لان دايما ده بيجي في الامتحان. اهم حاجه الايه المنجيه يقول لك القطن واتز قطن اوبريشنز اون تورنينج ماشين، يعني عمليه القطع، عمليه التشغيل اللي بتتم على التورنينج ماشين. لازم تحفظ العمليات دي، عندنا 12 عمليه، احفظ على الاقل 6 عمليات منهم، مثلا خراطه طوليه، هنا تيبر مسلوب، هنا الاوز، هنا خراطه من النص، وهكذا. لازم تحفظ العمليات اللي بتتم على الخراطه دي، لان في عمليات زيها هتتم على المتقاب. اسمها يبقى تفرق بين دول ايه في المخرطه، يقول لك كاتنج اوبريشن اون ايه تورنينج ماشين، على ماكينات الخراطه. اما لو كانت في المتقاب يقول لك كاتنج اوبريشن اون دريلين اون دريلينج ماشين، على ماكينات المسقاب. الحته النقطه الثانيه المهمه، يقول اول نقطه بقى مهمه قلناها، من الحاجات المهمه جدا اللي هي عمليات القطع، ولازم تحفظ كويس وتعرف ترسمها كويس، ويكفي على الاقل 6 رسومات من عمليات القطع بتتم على المخرطه. الجزء الثاني برضه المهم اللي هو هولد بي ورك بيس هولدنج ديفايسز، اللي هو عمليه تثبيت الشغلانه. عمليه تثبيت الشغله، ازاي اثبت الشغل على المخرطه؟ الورك بيس ازاي هولدنج ديفايسز، اجهزه تثبيت الشغل على المخرطه. يتم تثبيت الشغل على المخرطه بواسطه اول طريقه اللي هو 3 جويز سيلف سنتر سكرول تشك. تشك اللي هو ظرف، ده اسمه ظرف مخرطه ثلاثي الجوز، ثلاثي اللقم، جوز اللي هي لقمه، الجوز اللي هي لقمه، الجوز اللي هو ايه ثلاث لقم، ثلاث لقم اهو، يعني ثلاث فكوك، ادي فك وادي اثنين وادي ثلاثه. الثلاث فوق دول بيتم ربط، تحط الشغلانه جوه بداخلهم ويتم ربطهم بواسطه الايه السكرو اللي هو خاص بالربط في الظرف، والظرف ده مثبت على عمود اللي هي الدوران في الخراطه. لما بيحصل دوران بيدور الظرف مع الايه مع المخرطه مع العينه الشغلانه. يبقى ده ظرف ثلاثي الابعاد، ويتم ايه ربطه بسكرو واحد. اما الظرف ده رباعي الابعاد، يعني في اربع فكوك ربط، ادي واحد ادي اثنين ثلاثة ادي اربعة، اربع جوز يعني اربع فكوك ربط، كل واحد مستقل اندبندنت تشك، يعني كل لقمة من لقم الاربعة مستقلة، يعني لها مسمار ربط الواحد، دي لها مسمار ربط، ودي كل لقمة لها مسمار ربط. اما الثلاثة لهم مسمار ربط واحد، سكرو واحد لربط الايه؟ لربط العينة. هنا كل واحد ليه؟ ايه الفرق بين الاربع لقم او الثلاث لقم؟ الثلاث لقم ده شباب اللي هو بيتم ربط العينه عليه، العينه الاسطوانيه. العينه الاسطوانيه بتدخل العينه الاسطوانيه في النص، بيتم ربطها بالثلاث لقم مره واحده بواسطه سكرو واحد. اما هنا اربع لقم او اربع فكوك للربط، فور جو مستقله، كل واحد يتم مسمار، لان دي بيتم تثبيت عليها هي. عشان بيقول لك ايه الفرق بين الاربعه جو وبين الثلاثه جو، بيتم ربط عليها الشغلانه الغير منتظمه الابعاد، يعني الشغلانه الغير منتظمه الابعاد بيتم ربطها على ايه على الاربعه جو، على اساس كده بربط كل ايه كل فك المستقل لوحده. اما هنا ربط واحد، لان ده اسطوانيه
يبقى الفرق ان ده بيتم عليه التشغيل العينات الاسطوانية، ودي بيتم عليه العينات اللي هي غير منتظمة الشكل. ده طريقة تثبيت اللي هي العينات. في طريقة تثبيت اخرى يا شباب اللي هي مهمة جدا، اللي هو التثبيت بين زنبتين، between two center. ادي العينة اهي، دور كبيرة اهي، ادي الزنبة بتاعت الغراب المتحرك، ودي الزنبة هنا بتاعت الغراب السابق. الزنبتين بيخش على السنتر العينة ويضغطوا عليها يثبتوها. اذا لما يدور الظرف بالزنبة بتاعته اللي هو الغراب المتحرك ويدور في الغراب الثابت، العينة دي هتدور هتلف، بتلف العينة ممسوكة من الطرفين، وبيكون دي غالبا في العينات اللي هي مش طويلة، اللي هي طولها متوسط، متوسطة الطول. في طريقة ثالثة أو رابعة لربط العينة اللي هو الكوليكت الشك، اللي هو الظرف اللي هو واخد زي سن قلم الرصاص، له لقم بتتفتح ببر من الجزء الخلفي، واحط العينه الورك بيس هي من جواها واربطها، تفضل ماسكه العينه فيها. ودي تقريبا العينات الصغيره او قصيره الطول. ودي الصينيه ذات الوجه فيس بليت، بتوضع في نص العينه، بتكون طويله قوي هي والايه والشكل ده. الكاتنج تول هولدنج ده جزء مهم اخر، اللي هو الكاتنج تول هولدنج اللي هو تثبيت اداه القطعه نفسها. اخذنا الجزء اللي فات اللي هو ورك بيس هولدنج ديفايس اللي هو تثبيت الشغله، وهنا تثبيت اللي هي اداه القطع، وهنا طرق مختلفه تول بوست سنتر ايه بتكون تثبيت التول اللي هو قلم الخراطه هو على المخرط. دي طرق لتثبيته، يعني مش مهم الرسم فيها. الزوايا القطع بقى يا شباب قلنا دول يتحفظوا صم. اي اداه قطع تتميز لها ثلاث زوايا قطع، الراك انجل اللي هي زاويه الجرف، زاويه الجرف يعني ايه؟ زاوية الجرف الراك انجل هي الزاوية المحصورة، the angle between face، الزاوية المحصورة بين سطح القلم، between the face of tool and the line parallel with base of tool measured in vertical plane through the side cutting edge. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك زاوية الجرف هي الزاوية المحصورة بين سطح أداة القطع العلوي والمستوى العمودي على محور الشغلة. والمستوى العمودي على محور الشغلة، ده باختصار احفظها بالعربي على أساس مش هتقدر تحفظ ده كله بالإنجليزي. ما يجي يقول لك عرف لي زاوية الجرف، تقول لي هي الزاوية المحصورة بين السطح العلوي لأداة القطع والمستوى العمودي على محور الشغلة. أدي أداة القطع أهي اللي هو قلم الخراطة، وأدي النوز اللي هو نقطة القطع اللي هي هنا. الشغلانة متركبة في النقطة دي، يعني محور الشغلانة على نقطة القطع اللي هي النوز. سطح أداة القطع العلوي اللي هو السطح اللي هو السطح ده سطح أداة القطع العلوي، والمستوى العمودي على محور الشغلة، أدي الشغلة الوش بتاعها والمقطع بتاعها والعينة طويلة أسطوانية، المستوى العمودي على محورها اللي هو المستوى ده. يعني إذن الزاوية المحصورة بين المستوى العمودي على محور الشغلة وسطح العلوي لأداة القطع، الزاوية المحصورة بين الاثنين دول يسموها الراك أنجل أو زاوية الجرف. يبقى إيه هي الراك أنجل؟ هي الزاوية المحصورة بين المستوى العمودي على محور الشغلة اللي هو ده، وبين المستوى سطح الإيه؟ سطح أداة القطع العلوي اللي هو معناه الكلام ده. يبقى تحفظها كده كلمتين ونص
اللي هي ما هي الراك انجل، الراك انجل قلنا هي الزاويه المحصوره بين الوجه العلوي لاداه القطر والمستوى العمودي على محور الشغل، اللي هي الزاويه اللي فوق دي. ودي فائدتها يا شباب، فائده الزاويه دي او لازم من عمل الزاويه دي في قلم الخراطه او الكاتنج تولز بتاع المخرطه على اساس تسهل مرور الريش. الريش بيطلع من فوق، فلازم يكون في زاويه هنا على اساس الريش هيطلع كده. يبقى زاويه الجرف فائدتها اللي هي الراك انجل فائدتها تسهيل خروج الريش، تسهيل خروج الريش. يبقى انت عارف الزاويه وفائدتها بالعربي كفايه. الريليف او الكليرنس انجل، الريليف انجل او الكليرنس انجل لا بيسموها زاويه الخلوص، زاويه الخلوص، زاويه الخلوص اللي هي ايه؟ It's the angle that alloy تسمح، اللي هي الزاوية التي تسمح زيتون أداة القط to cut without rubbing on the workpiece. هي الزاوية التي تسمح لأداة القطع بالقطع بدون صدمات أو تلف في الworkpiece. اللي هي الزاوية فينا يا شباب، اللي هي الزاوية التحت دي، اللي هي أداة القطع اللي هي اللي بين السطح بقى السفلي إلى السطح العلوي اللي هو الراك أنجل، والمستوى العمودي على محور الشغل. أما أداة القطع فيها سطحين، سطح سفلي أهو وهنا سطح علوي. السطح السفلي المحصور بين السطح السفلي أداة القطع، الزاوية المحصورة بين السطح السفلي لأداة القطع وبين المماس يبقى زاوية الخلوص هي الزاوية المحصورة بين ظهر أداة القطع السفلي، الزاوية المحصورة بين سطح أو ظهر أداة القطع السفلي وبين سطح العينة، سطح العينة أهو. يبقى الزاوية اللي بين سطح العينة المحصورة بين سطح العينة وبين ظهر أداة القطع السفلي، هذا ظهر أداة القطع السفلي اللي هو ده وظهر أداة القطع العلوي اللي هو ده، الزاوية المحصورة بين هنا بين سطح أداة القطع وبين سطح الشغلة اللي هي بسميها اللي الراك أنجل بتاع ده الكليرنس أنجل، وهنا اللي فوق الراك أنجل. الكليرنس أنجل دي في منها زاويتين، يعني ممكن أحيانا يديها بريمري زاوية خلوص ابتدائية اللي هي الصغيرة دي، والكبيرة دي كلها زاوية الخلوص النهائية، على أساس إيه؟ تتقلل الاحتكاك أو الصدمات بالعينة، عشان بتقلل إيه؟ الاحتكاك أو الصدمات بالعينة، ما تخبطش في العينة، اللي هي إيه؟ اللي هي the angle that allows the tools to cut without rubbing on the workpiece. خلاص؟ الزاوية الثالثة اللي هي إيه؟ ليب انجل او تول انجل. ايه التول انجل؟ التول انجل اللي هي زاويه القطع، اللي هي الزاويه المحصوره بين سطحي اداه القطع، وان دي سطح علوي ودي سطح سفلي. اذا الزاويه المحصوره بين السطح العلوي والسطح السفلي هي التول انجل، هي التول انجل هي زاويه القطع. وزاويه القطع دي كلما لها ابعاد معينه تقريبا 15 درجه، اذا قلت عن ذلك بدات القطع دي بتبقى حاده شويه، ولكن بتبقى تتكسر بسرعه، يعني لها حدود الزاويه، زاويه القطع ما بتقلش عنها عشان العينه نحافظ عليها ما تتكسرش بسرعه. الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع الكاتنج بارامترز، اللي هو عمليات القطع، اللي هي دايما بيجي فيها امثله او فيها مسائل بتيجي في الامتحان، فلها قوانين بسيطه لازم نحفظها. كاتنج بارامترز، ادي عينه اسطوانيه قطرها الاصلي دي نوت، هتخش على مكنه التشغيل بادي قلم الخراطه اهو، عينه اسطوانيه بتشكل على الخرابات، بتتكلم على الخراطه على المخرطه، ادي قلم الخراطه اهو هياكل ايه؟ من الجزء الدبس اهو، من اللي هو الفرق بين القطر الخارجي والقطر النهائي اللي هو بعد ما تصفى اللي هو دي فاينل. يا
يبقى الدبسه اللي هو عمق القطع بيساوي ايه؟ دي اللي هو بيساوي دي نوت ناقص دي فاينل على 2، دي نوت ناقص دي فاينل على 2. متوسط الفرق بين القطرين ده اسمه الدبس او العمق. الدبس الفيجوالي تيكن بيكون بناخده دايما من 3 ل 5 مللي، ما بيزيدش عن كده. من العمق الدبس بيكون من 3 ل 5 مللي، عشان لو زودنا عن كده ممكن الالم نفسه الالم القطعيه طول انجل بتاع الالم القراطي يتكسر. من 3 ل 5 بالنسبه ليه كمان في الرف تيورنج لعمليه الخراطه الخشنه، في الرف تيورنج اللي هي الخراطه الخشنه. ومن العمق بيكون من 8.1 ل 1.6 مللي بالنسبه للايه؟ للفينش تروننج لعمليه التشطيب، يعني الشغل اللي هي السوفت الناعم. التشطيب بيكون ايه؟ العمق ايه؟ العمق القطع اقل من 8.1 ل 1.6 مللي. اما في العمليات الخشنه ممكن اكل لغايه 5 مللي بالنسبه للرف طبعا. وعرفنا عمق القطع بعينه ازاي؟ بقول دي الفرق من دي نقطه الانيشال ديامتر ناقص الفاينل ديامتر على 2. طيب العينه بتلف في سرعه قطع كاتنج سبيد. كاتنج سبيد ده بتقاس بالملي متر بالنسبه للمنت، وغالبا في المسائل بتاعتنا في الخراطه بناخدها بالمتر مش بالملي متر، فعشان كده بنقسم السرعه دي على 1000. يعني بنقول في بتساوي باي في دي ان على 1000. لو قلنا في بتساوي باي دي ان يبقى تطلع بالملي متر بير مينت، اما بقسم على 1000 يبقى تطلع لي بالمتر بير مينت. ده عباره عن سرعه الايه؟ سرعه القطع اللي هي السرعه اللي هي بين الم الخراطه السرعه النسبيه وبين الايه؟ وبين الشغلانه الدواره الشغلانه اللي هي بتلف من الحركه في الشغلانه. النمره 3 الفيد. الفيد اللي هو الترزيه اللي هو رمزه اف. يبقى الفي الكاتنج سبيد اللي هي في بتساوي باي في دي في ان على 1000 تطلع لي بالمتر بير مينت، او لو قلت باي في دي في ان تطلع بالملي بس مش عندنا في الخراطه، في الدرينج او في اي مكنه ثانيه ممكن نطبقها. الفيد اللي هو الاف التغذيه اللي هي بيتم التغذيه بير ريفوليوشن، يعني كل لفه من العينه بتلف لفه بيتم ايه؟ طبعا بتلف لفه يبقى كلت او خدت ازال جزء من الماده. بيتم التغذيه يعني تتحرك الالم ثاني عشان بيتم التغذيه فيه، هو اللي بيغذي الالم عشان ياكل من ايه؟ من القطر الجديد. يبقى الفيد التغذيه بير ريفوليوشن لكل لفه بيكون ايه بقى؟ تغذيه تمييز بتاعها بالمليمتر بير ريفوليوشن، بالمليمتر بير ريفوليوشن اللي ايه؟ التغذيه الفيد. اما في حاجه اسمها الفيد ريت، وير فيد ريت معدل التغذيه اف ار، فيد ريت يعني اف ار بيساوي ان سرعه الدوران لان دي بكام تميزها بالريفوليوشن بير مينت. سرعه الدوران بتاعت الخراطه دي بعرفها في الاول خالص من خلال تيبل موجود على مكنه الخراطه، جدول فيه العلاقه بين سرعه القطع وسرعه المخرطه، وفي بين مادة القطع الماتيريال بتاع الورك بيس شغلانه، وفي علاقه ايضا بين الم الخراطه. معدل التغذيه في دريت بيساوي ان، من الجدول بحدد الان بيساوي ان في الايه؟ في الاف، في سرعه الدوران اللي هو بالان في الاف اللي هي التغذيه، ده اسمه الفيد ريت. والفيد التغذيه الاف يجوالي تيكن از بتتاخد دايما من 3.1 ل 1.5، ده المعدل بتاعها الطبيعي مليمتر بالريفوليوشن، بالتغذية بالمليمتر بالريفوليوشن. فول ذا راف تورننج بالنسبة للايه؟ للعينات او الخراطة الخشنة. اما 1.1 8.1 بالنسبة للايه؟ مليمتر بالريفوليوشن. فول فور فينش تورننج بالنسبة للتشطيب النهائي في الخراطة، يعني بيكون السطح انعم انعم فينشن. في حاجة اسمها التايم اوف كات اللي هو الوقت اللي لازم اعرفه في انتاج شغلانة. في شغلانة بعملها على المخرطة وعايز اعرف هتاخد وقت قد ايه، يبقى لازم اعرف طول الشغلانة، طول الشغلانة اللي هتعملها على الخراطة اللي هي ال على
الفيد ريت الاف ار، يبقى بقسم يبقى الطايم الوقت بيساوي ال على الاف على الفيد ريت الاف ار، والفيد ريت قلنا لو بيساوي اف في ان اللي هو بيساوي ال على الاف في ان. ده القانون الثالث او الرابع، لازم تحفظ اللي هي القوانين دي كلها يا شباب عشان هتحل بيها المسائل. هناخد دلوقتي مثالين ونشوفهم. فوليوم ريت اوف ميتال ريموفد اللي هو معدل الزياده الحجميه للمعدن المزال اللي هو للريش المزال، معدل الزياده الحجميه للريش ايه، المعدل الزياده الحجميه للريش المزال يساوي فيه سرعه في اف التغذيه في دي اللي هو عمق القطره، اف اللي هو فيه في اف في دي اللي هو ديني ايه فوليوم ريت اوف ميتال ريموفد، معدل ايه التغذيه، معدل المعدل الحجمي للمعدن المزال. اذا القوانين اللي هي قلناها بتاعه القطن، يبقى اذا نقول عناصر عمليات القطع، لكي تتم عمليه القطع يجب ان تتوافر نمره واحد سرعه القطع، اعرف سرعه القطع كام، تتوافر التغذيه وعمق القطع. احدد ثلاث حاجات دي الاساسيه اللي هو سرعه القطع والتغذيه وعمق القطع قبل ما ابدا الايه الشغل. وطبعا ما تنساش تحفظ بقى القوانين دي، سرعه القطع اللي هي في بتساوي باي في دي في ان على 1000، ودي عشان ديك بالمتر بير منت، وعندك الدبس بيساوي دي نوت قطر الاصل ناقص دي فاينل على 2، وعندك الطايم بيساوي الطول العينه اللي اشتغلت، طول الجزء اللي اشتغل على مخرطها، جزء ما اشتغلش ما احسبوش، يبقى اجمع الطول اللي اشتغل على اف ار على معدل التغذيه هيطلع لي التايم بالمنت بالدقيقه. فوليوم ريت مع الزياده الحجميه للمعدن المزال في سرعه في التغذيه في دي اللي هو العمق. ماشي يا شباب، هناخد بقى مثال. مثال نمرة واحد، اكزامبل نمبر 1، اتس ريكواير مطلوب تو تيرن 90 ملي متر ديامتر، مطلوب خراطة قطر 90 ملي متر القطر بتاعه، عينة اسطوانية قطرها 90 ملي متر اللي هو القطر الأصلي هو اللي هو ده 90 ملي متر، وطولها كام؟ عند 250 ملي متر ما يقدر لينس الطول بتاعها اهو 150 و100، الطول كله كام؟ 250، الجزء اللي اشتغلته على المخرطه 100 من النهايه دي و100 من الطرف الثاني، اما الجزء ال 50 ده المخرطه ما اشتغلش فيه حاجه، دي ما زال القطر الاصلي. يعني عينة صوانية شلت منها 100 ملي في اليمين و100 ملي من الشمال على قطر الصف على قطر الكامل دي فاينل 80 ملي متر. ويز سبيد مع سرعة 90 متر بير منت. السرعة الفي بتساوي كام؟ 90 ملي متر بير منت. فيد التغذية 38 من 100 ملي متر بالريفولوشن في اللفة. اند ديبس اوف كات عمق القطع 5 ملي. ذا ابروش اند اوفر ترافل 3 ملي، يعني ايه ابروش اند اوفر ترافل؟ يعني في 3 ملي في العينه زياده، 3 ملي في العينه زياده، يعني ممكن تكون 250 زائد 3 ايه زائد 3 ملي، 3 ملي على اساس بعد التشطيب النهائي بشيلهم من الجزء اللي ايه من الطول الاصلي. يعني اذا كان دي 100 و 2 ملي او 1.5 ملي، وهنا كمان 100 و1.5 بفاد له ايه تم تشغيل 3 ملي دول تم تشغيلهم. يبقى حبيت عايز يجي يقول لك الاوفر ترافل بتضيف على الطول اللي تم تشغيله، اللي تم تشغيله الطول هنا 100 وهنا 100، بضيف عليهم ايه 3 كمان ان هم دول ايه جزء اشتغل واتقطع. فبيقول لك ايه عايز تحسب ايه بقى؟ شو ذا سويتبل ميثود
اختار طريقه ل تو هولد ذس ورك بيس، اختار طريقه لتثبيت الورك بيس او العينه. شوف طريقه نثبت بها العينه. دي نمره حاجه. نمره واحد. نمره اثنين، فايند ذا ماشين تايم، عايز وقت القطع، وقت التشغيل. فايند ذا ماشين تايم ريكواير تو ماشين ذس ورك بيس، عايز تحسب لي الوقت المطلوب للمكنه عشان تشتغل هذه العينه. فان الاول وبديك في المساله مثال رسم العينه. اول احسب ال اللي هي تديني ال اللي تم تشغيله على الخرائط. ام ال هنا كام؟ 100 و100. ال 50 دول ما يشتغلوش على المخرطه، ما زالوا بالقطر الاصلي اللي هو ال 90 ملم. يبقى ال بتساوي 100 زائد 100 زائد 3 بتساوي 203 ملم مربع ملم. طيب ال ان عايز اجيب عدد اللفات. السرعه مديها لي السبيد اهي 90 متر، وعندي ايه الفيد الاف التغذيه، وعندي ال. يبقى عندي ان اجيب السرعه بتساوي ايه؟ الخطوط بتاع السرعه بيساوي باي في دي في ان. الفي معروفه والدي معروفه، والان فين عندي احسبها بقى. يبقى ان بتساوي 1000 في على باي في دي. 1000 في في السرعه في اللي هي كام؟ 90 متر بير منت على الباي 23% في الدي اللي هو ايه 90، عشان اللي هو الهين القطر الاصلي. خد بالك عشان ما تغلطش فيها وتكتب لي القطر النهائي، القطر الاصلي اللي هو 90 اللي هو ايه الانيشيال ديامتر، مش الفاينل ديامتر اللي هو 80. لا، يبقى في بتساوي 1000 في على باي في دي، يبقى بتساوي 318.3 ريفوليوشن بير مينت، لفه في الدقيقه. يبقى ان العدد اللفات حسبته. احسب بقى الفيد ريت اللي هو معدل التغذيه اللي بيساوي الاف في ان. الاف فين عندي؟ اهي 38%. في الان اللي طلعتها 318.3 هيديني ايه؟ 126.96 مليمتر بير مينت. التايم عايز احسب التايم. التايم يساوي ال على الاف ار. ال بكام؟ طلعت ال عندي 103 203 203 على ايه؟ على الاف ار اللي هي 126.96%. هيطلع التايم المطلوب 1.68 منت. هسه طلعت المطلوب اللي اداني، عايز طول كامل التايم دقيقه و 68%. عايز يشوف انسب طريقه ل لمسك العينه. امس الطريقه طبعا العينه اصبع طولها كام؟ 250. مش طويله، متوسطه او 25 سم. انسب طريقه ذا سيوتبل موسيد تو هولد ذيس ورك بيس، انسب طريقه لمسك العينه از هولدنج تتثبت بين بتوين سنترز. تتثبت بين ايه؟ اثنين سنتر، اللي هو السنتر بتاع الغراب المتحرك والغراب الثابت. عندنا من ضمن طرق التثبيت اللي هي ايه؟ الهولدنج بتوين تو سنتر. قبل ما نخش على الاوبرنج اوبريشن الدرينج اوبريشن، هناخد فيه مثال تاني يا جماعه مهم جدا جدا، موجود في الكتاب. في مثال موجود في الكتاب مش موجود في البي دي اف هنا، فلازم تقراه. تقرا المثال الموجود في الكتاب وتعرف الحل بتاعه، لان دايما المسائل اللي بتجيلك بين النوعين دول، المثال ده والمثال اللي موجود في الكتاب. انا هديك الداتا بتاعت المثال اللي موجود في الكتاب عشان يبقى سهل عندك حلها بسرعه. بديك في المثال الموجود في الكتاب، بديك السرعة اللي هي تي ام، بديك قصدي يعني العينة الصوانية يعني تم تشغيلها على المخرطة. تي ام اللي هو الوقت اللي لازم تشغيل العينة هيكون كام؟ 6
ست دقائق 6 مينت. طول العينه بيساوي 500 ملي، الديامتر 140 ملي، الفيد والسرعه 34% ملي متر بالريفوليوشن، و3 ملي متر الدبس العمق القطع. دي المثال موجود في الكتاب، ترجع الكتاب وتجيب المثال ده. عايز يحسب الكواير لكاتنج سبيد السرعه، سرعه القطع الكاتنج سبيد، وعايز يحسب الفاينل دايامتر القطر النهائي، والقطر اللي الدوله دايما 40 ده القطر الاصلي. مديك التايم، استغل الداتا اللي هو مديها لي. التايم بيساوي ال على اف ار، ال على اف ار يعني اف اف ان، ال ب 6 دقائق وال ب 500 على اف السرعه التغذيه 34% في ان. اطلع ان انها تساوي 245 ريفوليوشن بير مينت. اذا من قانون التايم طلعت الان عادل عادل افاد. الكاتنج سبيد سرعه القطع بتساوي باي في دي في ان على 1000، باي في دي في ان على 1000، باي 3.14% في 140 القطر في 245 اللي هو الان على 1000. يطلع لي السرعه بتساوي كام في سرعه القطع كاتنج سبيد؟ تطلع لي 107.7 متر بير مينت. دبس اوف قطع عمق القطع بيساوي دي نوت، دي اللي هي الاصليه ناقص دي فاينل اللي هي بعد ما ينزل منها الجزء على 2. عندنا عمق القطع 3 في المثال، مديك عمق القطع 3 دبس اوف قطع بتساوي القطر الاصلي اللي هو 140 ناقص دي فاينل على 2، هتطلع دي فاينل بتساوي 134 ملم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واذا نلتقي في محاضره ثانيه نلتقي على خير ان شاء الله، وربنا يتمنى لكم التوفيق والسعاده.